من غدير الشتبي والمركز الرابع. نقدة لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي مع المركز الرابع وخليفة بن راشد خليفة بن سالم بن راشد من يتابعها بعملية التضمير. مشاهدينا متابعينا الكرام هناك أرى التسلل، يا سلام يا سلام، من يصلنا أيضا شعلة لسعد الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي يتواجد في هذه اللحظات. المركز السادس هناك من يصلنا أيها الأخوة، هناك مزون لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المري يتابعها في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثامن شعار هجن الرياسة ويتواجد مع منصورة وعلي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. المركز التاسع شعار هجن الشحانية وحورانة وهناك سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها. وعاشرا في هذه الانطلاقة مصيحة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وأحمد بن علي العويسي يتابعها في عملية التضمير. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى، ونعود إلى الصفرد. الصفرد مع المقدمة في هذه الانطلاقة لهجن العاصفة الحاضرة في أدائها المتميز وانطلاقتها الموفقة في هذا الشوط. تتواجد الصفرد على المركز الأول في أول التحديات. حمد بن راشد بن غدي الكتبي يتابعها في عملية المراكز الأولى، يا سلام، مع أيضا الصفرد. إذن مشاهدينا الكرام وترحيبنا وفي هذه اللحظات بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم حضوره المشرف مالك هجن زعبيل الحاضر بمتابعة هذه الانطلاقة. نرحب بسمو الشيخ في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. هذه الصفرد مع المركز الأول في انطلاقتها لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الكتبي يقوم بعناية التضمير والمتابعة. أما المركز الثاني فأرى شعار هجن الرياسة مع سلطة وعلي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. بشاير مع المركز الثالث، هذه انطلاقتي بشاير لهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يتابع أيضا الصفرد والعاصفة في هذا الصفرد وأيضا بشاير في هذا الموقع المتميز. المركز الرابع، الله يا مزنة، الله يا مزنة، مزنة وصوت مشاهدينا متابعينا الكرام ومزون لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المري يقوم بعناية التضمير لانطلاقة مزون اللي على المركز الرابع والمركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الكرام هناك شهب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر بن سيف بن لاحج الهاجري يقوم بعناية التضمير لانطلاقتها واندفاع الشهب مع المركز الخامس. المركز السادس تصل في هذه الانطلاقة لمحة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يتواجد في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة لأبو سلطان يتابع أيضا هذه المنافسة وهذه الاندفاع. لكن أعود مع هذه الانطلاقة. الصفرد على المركز الأول في انطلاقتها لهجن العاصفة الحاضرة في انطلاقتها وأداؤها الجميل. هناك حمد بن راشد بن غدير الكتبي يقوم بعناية التضمير والمتابعة بانطلاقة الصفرد مع المركز الأول. ولكن سلطة مع المركز الثاني في المتابعة مع المركز الثاني لهجن الرياسة الحاضرة مع أيضا علي بن جميل الوهيبي يقوم بعناية التضمير لسلطة اللي على المركز الثاني في هذه الانطلاقة وهذه المشاركة. مزون تصل في هذا الموقع في هذه الانطلاقة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم تصل في انطلاقتها وأداؤها الجميل. عبيد بن حمد
بن شينان المري، ولكن أرى في هذه اللحظات وصول شهب، شهب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وهناك من يتابع مطر بن سيف اللاحق الهاجري يقوم بعناية التضمير لانطلاقة شهب التي انطلقت من موقع إلى موقع ووصلت إلى مركز الثاني في انطلاقتها الموفقة مع هذا الشعار المتميز للغاية، لكن أرى مزون تلاحق مع المركز الثالث في انطلاقتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عبيد بن حمد بن شينان المري يتابع هذه الانطلاقة وهذه الأسماء المتواجدة 1200 متر ما يفصلنا عن خط النهاية والصفرد، الصفرد لازالت مع المركز الأول لهجن العاصفة حمد بن راشد نقدير الاكتبي يقوم بعناية التضمير، انطلقت شهب مع المركز الثاني بانطلاقتها وأدائها الجميل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطر بن سيف باللاحق الهاجري. الله الله الله، بدأت التعليمات ما بين شهب وما بين الصفرد في هذا الموقع، الصفرد الله يا الصفرد، انطلقت الصفرد وطارت الصفرد مع المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام، لكن شهب شهب الملاحقة مع المركز الثاني بانطلاقة شهب، الله يا شهب، شهب والصفرد اللحظات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، الله يا شهب، شهب غيرت على المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في انطلاقتها الموفقة، ومطر بن سيف اللاحق الهاجري أيضا يتابع انطلاقة هذا الشعار، الله يا شهب، انطلقت شهب مشاهدينا متابعينا الكرام إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس في هذا التحدي، تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على فوز شهب في المركز الأول، ومطر بن سيف باللاحق الهاجري، هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس، تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على فوز شهب في المركز الأول، المركز الثاني الصفرد لهجن العاصفة، المركز الثالث وصلت الشايبة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع اللي هي الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس وصلتنا حورانا لهجن الشحانية، تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على فوز شهب في المركز الأول، وتوقيتها الزمني في هذا اللحظات 9:17 4 أجزاء من الثانية، تهانينا وألف مبروك مضمرها مطر بن سيف اللاحق الهاجري. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وكان من نصيب الصفرد، قطعت المسافة ب 9:25 من الثانية، تهانينا وألف مبروك لهجن العاصفة على فوز الصفرد في المركز الثاني، ومضمرها حمد بن راشد الغدير المركز الثالث. المركز الثالث وصلتنا مشاهدينا الكرام الشايبة، توقيت الزمني 9:21 6 أجزاء من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، نجدد التحية واللقاء من جديد من هنا من موقع الحدث من ميدان المرموم، ميدان الذكية الذي يشهد هذه الانطلاقات التي خصصت للحول والزمول لأصحاب السمو الشيوخ، هي من أشواط السرعة من المسافة المعتادة 6 كيلومتر، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين، ونذهب مباشرة إلى هذا الانطلاق والمسار لشوطنا 11 الذي خصص للزمول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، والمسافة هي 6 كيلومتر، نذهب مباشرة إلى المسار إلى الانطلاق لهذا الشوط في المقدمة والمركز الأول.